هو عالم جليل ولغوي فصيح يمثل أحد قلاع اللغة العربية، وسعادة كبيرة لنا أن يكون معنا الأستاذ الفاضل في هذه الليلة المباركة، لأننا في جنوب شرق آسيا كأكاديمية النبلاء نهتم بنشر اللغة العربية، سواء كتاب اللغة العربية أو تأهيل للمعلمين اللغة العربية أو الدورات التدريبية المختلفة في مجال اللغة العربية. ولذا نجد النبلاء بفضل الله ثم بفضل كل المخلصين والداعمين، وأصبحنا نمثل علامة فارقة في مجال الاهتمام بلغتنا وهويتنا في جنوب شرق آسيا. نحن نمد أيدينا إلى كل المخلصين من هيئات ومؤسسات وأشخاص لنعمل سويا في خدمة هذه اللغة، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة، لغة مليار ونص مسلم حول العالم. خططنا كبيرة وطموحنا عالي، وهدفنا أن نوجد آلاف من أمثال الأستاذ الفاضل أبو صالح أنيس لقمان الندوي الذي تعتز به هذه اللغة ويعتز به العرب جميعا. أهلا وسهلا بكم جميعا، أحييكم ونرحب بمن حضر وأكرمتونا بحضوركم لنستفيد من أستاذنا الفاضل من خلال تجربته الطويلة التي استطاع أن يمثل نارا على علم في تعلم اللغة العربية. وسأترككم مع مقدم هذه الأمسية المباركة الدكتور الفاضل عبد الوهاب الحداد، والدكتور الفاضل حفظه الله وخريج جامعة الملايا UM تخصص اللغة العربية والإعلام الحديث. تفضل يا دكتور عبد الوهاب لإدارة هذه الأمسية، وشكرا جزيلا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الموصوف بصفات الجلال والكمال، المنزه عن النقائص والمثال، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وأنبيائه ورسله، أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأعلاهم قدرا ومكانا، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. حيا الله الجميع في هذه الأمسية الطيبة المباركة، والتي أجزم قطعا أنها ستكون مثمرة نافعة مفيدة للجميع. لكن بادئ ذي بدء ينبغي أن نعلم معشر الأحبة أن التحديات الجسام التي تواجه العربية الفصحى ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة قدم التاريخ الهجري، وتحديدا بدءا من القرن الأول الهجري. ولو أن لغة إنسانية غيرها تعرضت لما تتعرض لها اللغة العربية لا عصفت بها وأصبحت في خبر كان. وهذا معلوم لدى الجميع أن كثيرا من اللغات السامية والإنسانية أصبحت اليوم أثرا بعد عين، ما صمدت، وأصبحنا لا نستدل عليها إلا من خلال آثار ونحوتات هنا وهناك. اللغة العربية الفصحى بدءا من القرن الأول الهجري ربما أن عوامل بقائها رئيسية تتحدد، أو في وجهة نظري تنحصر في أمور ثلاثة. أولاها أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه حينما حفظ كتابه، وبالتالي حفظ القرآن حفظا لوعائه. الأمر الثاني الخصائص التي تحملها، وهذا مجال يعني لا مجال للحديث عنه. الأمر الثالث الجهود المبذولة التي بذلت تبدأ من القرن الأول الهجري حتى جمع القرآن. كما نعلم الجمع الأول الذي كان في عهد الصديق رضي الله عنه، والذي كان الهدف منه هو خوف ضياع القرآن، أو الثاني الذي كان في عهد الخليفة الثالث ذي النورين، والذي كان حينما اختلط اللسان العربي والأعجمي وانتشرت القراءات الشاذة واللهجات إلى غيرها. الأمر الثالث وهو الجهود المبذولة التي بذلها العلماء، علماء اللغة، وسواء في ذلك العلماء العرب وغيرهم، بل العلماء الذين ينتسبون
للعربية لسانا أكثر جهدا بذلوه لخدمة اللغة من إخوان أكثر من غيره من إخوانهم العرب. فإمامي المدرسة المصرية والكوفية ما كانوا عربا أبدا، وإنما كانوا عرب الألسنة. في هذه الليلة المباركة وكاستدلال على ما أقول، أحد هؤلاء الجهابذة الفطاحلة الذين خدموا العربية الفصحى والذين بدأوا خدمتهم للغة العربية عشقوها إلى حد التمالة، بدأت في الشبه القارة الهندية وامتدت إلى العالمية. الشيخ الفاضل أبو صالح أنيس أحمد محمد رقمان، هذا الشيخ الغني عن التعريف ومن حسن الطالع أن أكاديمية البيان جندت نفسها لخدمة اللغة العربية وقدمت لنا هذا الشيخ الجليل الذي عرفته المحافل وعرفته المنابر وعرفته ويعني جهوده مبذولة سواء من خلال التأليف أو من خلال الإيضاح. الشيخ أبا صالح أنيس يعني هو رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة لدمج أصحاب الإمام، مستشارا أكاديميا لدى عدة مؤسسات تعليمية، من الغيورين على اللغة العربية الفصحى والمنادين بحرقة وإخلاص بحشد الطاقات وتكريس الجهود على كافة المستويات، ترجم مئات المقالات وعشرات الرسائل والكتب من اللغة الإنجليزية والأردية إلى العربية والعكس، ومن بينها تفسير القرآن، تفسير لمعاني القرآن باسم تذكير القرآن للمفكر الهندي وحيد الدين خان. له شهادة عالمية حصل عليها في عام 1985 في علوم العربية والشريعة الإسلامية من جامعة دار العلوم ندوة العلماء الهند. يجيد 5 لغات يترجم منها ويتحدث بها. بإذن الله عز وجل عنوان محاضرتي ستكون اليوم هي الصراع بين العربية الفصحى والعامية، وهي إحدى التحديات التي تواجه عربيتنا الفصحى لغة الضاد. فبإذن الله عز وجل أن شيخنا سيتحدثنا في هذا، فهو لهذا الميدان فارسه ويعني وخبيره، فإليه الميكروفون ينتقل يتحفنا بما فتح الله عليه التوفيق حليفة، ونحن بإذن الله عز وجل معك ننصت ونسمع ونستفيد بإذن الله، فإليك التوفيق يصحبك بإذن الله، فتفضل على بركة الله وتوفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، أبدأ بالتهنئة القلبية والتبريكات الخالصة أتقدم بها إلى كل الحضور وإلى كل من يسمعني وإلى بلادهم بعيد الأضحى المبارك الذي نعيش أيامه السعيدة الآن. نحن هنا في اليوم الثالث، وفي الهند وفي باكستان اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير. وقد اختصر لي مهمتي للتعريف بالموضوع الأستاذ الدكتور عبد الوهاب، ولذلك سأبدأ مباشرة بعرض بعض الشرائح التي هي تلخص محاور وأهداف هذه المحاضرة التي أريد أن أحققها في هذه الدقائق المعدودات التي تصحبونني فيها. هل تستطيعون هل ترون الشاشة؟ دكتور عبد الوهاب، هل الشاشة واضحة؟ واضحة تماما. جميل. طيب، هذا هو العنوان، الصراع بين العربية الفصحى والعامية، وأريد أن في النهاية أن نتفق على هذا ما قاله إيليا أبو ماضي أوائل القرن العشرين منذ 100 عام ونيف، وكانت الأزمة وكان الصراع في تلك الأيام على أشده بين العربية الفصحى والعامية. قبل ذلك، قبل القرن الماضي عام 1883 لو تذكرون هذا العام،
كان هناك مهندس بريطاني ويليام ويلكوكس ألقى محاضرة في نادي الأزبكية بمصر، وقال في هذه المحاضرة والتي نشرت في مجلة الأزهر في حينها بعنوان لماذا لم تبقى أو لا توجد قدرة الاختراع لدى المصريين. وهذا المهندس البريطاني كان مبشرا مسيحيا وعزى سبب عدم قدرة المصريين على الاختراع والابتكار والإبداع إلى أنهم ملتزمون في التعليم والتربية وفي الثقافة العامة باللغة العربية الفصحى. فناداهم من خلال هذه المحاضرة ثم المقالة بشدة إلى التخلي عن الفصحى وتبني اللهجة المصرية في كل مجالات الحياة. من هنا نشب هذا الصراع بهذا الشكل، وكان هناك أنصار للمنادين للعامية أو اللهجات المحلية والأنصار الفصحى. في هذه الأجواء قال إيليا أبو ماضي: نحيا على الدهر إخوانا، وإن فصلت تلك الحدود رباكم عن روابينا، ما دام من هذه الفصحى لنا صلة لا تطمعن الليالي في تنائينا. أنا أريد أن أنتهي من هذه المحاضرة، وكل المشاركين مجمعون رأيهم على هذه الفكرة، أي نحن نعزز الفصحى ونناصرها وندعمها ونجعلها هي الغالبة وهي الأولى، وسأوثق كل ما أقوله في هذا حول هذا الموضوع كلامي ببعض الإحالات العلمية. من محاور ومنطلقات وأهداف أساسية اختصرتها من عشرات هذه الخمسة. المنطلق الأول مثل ما تفضل الدكتور عبد الوهاب الحداد في مقدمته التعريفية، أن هذه ظاهرة الفصحى والعامية، الصراع بين الفصحى والعامية، ما يسمى في اللسانيات الحديثة بازدواجية اللغة، هي ليست ظاهرة غريبة أو طارئة، هي ظاهرة طبيعية اجتماعية وتوجد بشكل أو آخر في كل أو جل لغات العالم. ففي الجاهلية كانت هناك لهجات القبائل، ولكن أفصحها كانت لهجة قريش، والتي يسميها ابن خلدون اللسان المضري. في مقدمة ابن خلدون هو يذكر اللغة العربية الفصحى باسم اللسان المضري، وبه نزل القرآن الكريم وأطلق عليه وصف لسان عربي مبين. فمن هذا المنطلق أريد أن أؤكد بداية أني لا أحارب الفصحى كأني أريد القضاء عليها، أن هذا مستحيل، لا يمكن على قضاء اللهجات إطلاقا، وإنما يمكن جعلها ثانوية وجعل الفصحى هي الأولى ولها الأولوية وهي الغالبة، خاصة في مجال التعليم والإعلام والمحادثة في العلمية، في الحديث في الأحاديث العلمية، سواء من خلال محاضرات أو مجالس علمية ثقافية، مناسبات وطنية دينية ودروس في المساجد، يجب أن تكون كلها بالفصحى كما كانت واستمرت بعد نزول القرآن الكريم. المحور الثاني والمنطلق الثاني هو أن الصراع الحالي بين الفصحى والعامية هو ليس ظاهرة الازدواجية اللغوية الطبيعية، يجب أن نفرق. هناك ظاهرة طبيعية لمستويات اللغة، مستوى عامي ومستوى الفصيح، ولكن هذا الصراع الذي يدور حاليا ومنذ مئات قرن، منذ مئات عام ونيف، حوالي 140 سنة أو 50 سنة، قرن ونصف، هذا صراع مسيس سياسي بدأ، بذرت بذوره الأولى خلال القرن التاسع عشر على يد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في مشرق العالم العربي ومغربه، العالم الإسلامي ومغربه. فكما أشرت إليه، أحد أبرز الأسماء في هذا كان هو المهندس ويليام ويلكوكس، والثاني أبرز الأسماء هو اللورد فرين الذي ألف أول كتاب لتعليم اللغة المصرية، اللهجة المصرية. ثم ترسخت جذوره على أيدي الشيوعيين لاحقا، وسأوثق كل هذا الكلام لاحقا إن شاء الله أثناء العرض.
وهذا الصراع المفتعل والمدسوس أدى إلى إقصاء اللغة العربية الفصحى تدريجياً من الحياة وتخريب تعليمها، وذلك بسبب تهاون عدد متزايد من المثقفين العرب خلال هذه الفترة أي قرن ونصف قرن في استعمال العامية على حساب الفصحى في المحادثة وفي برامج الإعلام والحوار الرسمي والتعليم، لدرجة أن هناك صحفاً ومجلات أصدرت بالعامية وأطلقت برامج إذاعية وقنوات تلفزيونية بالعامية، مما جعل العربية الفصحى لغة أجنبية أو شبه أجنبية بين أهلها وفي عقر دارها، بل هي باتت تعامل كما يقول المثل معاملة الأيتام على مأدبة اللئام. وبالعكس هناك محور ثالث أثبتت التجارب دول معاصرة عديدة أن التنمية البشرية بمعنى الكلمة لا تتحقق إلا باللغة الأم أو اللغة الوطنية الرسمية أعني الفصحى، ولذا لابد لدول العالم العربي وشعوبه من تكريس وتوظيف كل الوسائل والإمكانات المتاحة لأجل النهوض بمستوى العامية إلى مستوى الفصحى وليس العكس. فليكن شعارهم نحو تفصيح العامية أي النهوض بالفصحى إلى مستوى العامية إلى مستوى الفصحى وليس تعميم الفصحى يجعل الفصحى هي العامية. وأخيرا سوف أتطرق أيضا إلى أن ما أقصد بالعربية الفصحى ليست هي لغة المقامات الحريرية أو لغة المعلقات السبع أو كلام المتقعرين والمتفيهقين من الوعاظ والخطباء المعاصرين أو القدامى، بل هي لغة سلسة واضحة يجب أن تتفق وبناء الجملة العربية السليمة ولا تخالف المعروف من قواعدها، ويسميها بعض الخبراء المعاصرين العربية الوسطى أو العربية الفصحى المعاصرة، وبالإنجليزية يسمونها Modern Standard Arabic، والتي تقوم أساساً على أصول الفصحى في كل مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والتركيبية، وذلك فيما يتعلق بالتلفظ والخطاب، بحيث تميل اللغة المعاصرة الحديث البنية المعاصرة إلى إسكان أواخر الكلم عند الوقف بدلا من الإعراب عن حركاتها، وهذا مقبول لدى عديد من النحاة منهم الأشموني. وذكر ابن خلدون كذلك في المقدمة أن فقدان الإعراب أو بعضه ليس بضائر للغة العرب ما دامت تبين أو تبين عن مقاصدها وتؤدي الغرض منها. هذه هي المحاور الأساسية استقيتها ولا أتحدث عنها بالتفصيل، وإنما أتطرق إليها أو أمر بها مرا سريعا بشكل يتضح المقصود منه. عندما أقول أني أريد تعميم الفصحى وليس تفصيح العامية وليس بمعنى أن تكون الفصحى هي تحل محل العامية، فهذا المطلب وطني وقومي وحضاري، هذا واجب حضاري. وأنا أشير هنا كي أؤكد أمام اللغويين العرب، هناك الكثيرون سوف أعرض عليكم بعض ما دار بيني وبين اللسانيين والخبراء العرب، أنهم يحتجون بأن العامية هي من الفصحى وأنها تعزز الفصحى، وأنا أعارضهم بالإشارة إلى أن اللغات العالمية الأخرى هم أدركوا قبلنا بمئات السنين، من بينها فرنسا. فرنسا الثوار الفرنسيون إبان الثورة الفرنسية في القرن 18 أدركوا خطورة اللهجات على الوحدة القومية، أن اللغة الفصحى أو الرسمية أو اللغة الموحدة والوطنية هي قضية مصيرية، هي ترتبط بكيان الأمة أي أمة كانت. فهذا جاء في بيان مجلس الثورة الفرنسية التي اندلعت شرارتها الأولى في عام 1789 واستمرت 10 سنين إلى أن تكللت بالنجاح في آخر القرن 18. جاء فيها: أيها المواطنون، ليدفع كل منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات في جميع أقطار فرنسا، لأن تلك اللهجات رواسب
من بقايا عهود الإقطاع والاستعباد. وأكده راهب فرنسي غريغوار قائلا إن مبدأ المساواة الذي أقرته الثورة الفرنسية بفتح أبواب التوظف أمام الجميع تقضي بفتح أبواب التوظف أمام جميع المواطنين، ولكن تسليم زمام الإدارة إلى أشخاص لا يحسنون اللغة القومية يؤدي إلى محاذير كبيرة، وأما ترك هؤلاء خارج ميادين الحكم والإدارة فيخالف مبدأ المساواة. فيترتب على هذا والحالة هذه أن تعالج هذه المشكلة معالجة جدية، وذلك بمحاربة اللهجات المحلية ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بين جميع المواطنين. وعلى هذا أقول أنه لو أردنا للعالم العربي النهوض وللغة العربية البقاء وللشعوب العربية التقدم والعز والنهوض، لا بد من توحيد اللغة، توحيد ألسنتهم على أساس من الفصحى وليس اللهجات. للتأكد لما كما قلت هذه المحاور والمنطلقات استقيتها من عشرات المراجع، ولمن أراد التوسع في الموضوع فأنا أوصي أزكي هذه المراجع العلمية الإصدارات الأخيرة: اللغة والهوية في الوطن العربي، إشكاليات تاريخية وثقافية سياسية، صادر من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدراسة الأخرى كذلك مجموعة مؤلفين: اللغة والهوية في الوطن العربي، ودراسة قيمة جدا للدكتور رمزي بعلبكي وهو خبير اللهجات العربية وخبير الفصحى، وقد حصل على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل لخدمة اللغة العربية. ومن أراد التوسع فليرجع إلى تفاصيل اللغة العربية، لما ما أهمية الفصحى وكيف أن صراعها مع اللهجات يجب أن يكون لصالح الفصحى وليس لصالح اللهجات، حفاظا على الحضارة الإسلامية العربية العريقة. وكما تفضل الدكتور عبد الوهاب الحداد في المقدمة أن هذا الصراع اللغوي قديم، وأنا أستشهد بكلام ابن منظور في لسان العرب، هذه العبارة اقتبستها من مقدمة لسان العرب لابن منظور، وهذه الصورة على اليمين لكتابه وكتبتها بالأحمر، أنه حتى في زمان ابن منظور وكان هذا الصراع موجودا لدرجة أنه دفعه إلى تأليف لسان العرب، فهو يقول: وذلك لما رأيت قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا، أي مكررا ومستمرا ومتواصلا، وليس مردودا هنا بمعنى مرفوض، أي مكررا وواردا بشكل متكرر، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا، كأنه يتحدث عن عالمنا اليوم، صار النطق بالعربية أي بالفصحى من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجمية وتفاصحوا في غير العربية كما هو وضع العالم العربي. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، كما يفخر عندنا أناس باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وباللغة الإيطالية وغير ذلك، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون، وكذلك نفعل نحن أنصار الفصحى في هذا الزمان. وكذلك أيضا أشار إلى نفس الظاهرة بالصراع أيام العباسيين، وهذا هو العصر الذهبي للثقافة الإسلامية وللثقافة العربية واللغة العربية، حيث كهذا عصر التدوين العربي بامتياز. فذكر فيه السيد أحمد الهاشمي أن قد انتشر اللحن، ويقصد باللحن هؤلاء كان مقصودهم أيضا اختلاط الفصحى باللهجات وبالأخطاء النحوية والتركيبية والإعرابية. فلا داعي للقراءة، هذا فقط للتأكيد على أن هذه الظاهرة موجودة من القدم، ولكن كما قلت أن الظاهرة في السابق لم تكن مسيسة ولا مدسوسة، لم تكن وراءها جهة معينة تريد تغليب العامية على الفصحى، لا، بل كانت هذه ظاهرة طبيعية اجتماعية كانت ولا زالت موجودة في كل لغات العالم.
أما الذي نتحدث نحن هو صراع، صراع مسيس، صراع وراءه أفراد لا يريدون مثلا أن تبقى أن تستعيد اللغة العربية والحضارة العربية مجدها، أو تبقى للأجيال العربية صلة بماضيها المجيد ويستفيد من كنوز تراثها العريق وعلى رأسها القرآن المجيد، القرآن الكريم. الآن أتحدث بشكل سريع قصتي مع هذا الصراع. عندما دخلت الإمارات وهي أول دولة عربية أدخلها، ولم أدخل قبلها، ودخلتها عام 1996، وتعرفت عن بعد على الدكتور عز الدين إبراهيم رحمه الله، وهو كان وقتئذ المستشار الثقافي لرئيس الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله. وهذا الشخص الدكتور عز الدين شخصية معروفة وقامة كبيرة، مؤسس عدد من الجامعات، وكان خبيرا بعدة لغات، بالمصطلح الحديث كان فيلولوجيست، فقيه لغوي. فتم ترتيب موعد لقاء معه لأنه عرفني عن طريق بعض المقالات التي نشرت، وكان أحد المؤسسين للمدرسة التي تعينت فيها أول مرة. فعندما سمع عني أعطاني موعدا لأمر على مكتبه الفخم، فذهبت إليه وفورا سلمت، دلني أحد المساعدين له أن هذا هو مكتبه، ادخله وهو في انتظاري. دخلت عليه فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجاب باختصار وعليكم السلام، وقال وحملق في وجهي وحرك نظارته، قال شوب الداك what can I do for you، هذه هي جملته. فرددت عليه فورا والله لو شتمتني يا دكتور بالفصحى لكان أحب إلي من أن تمدحني بالعامية أو بغيرها، وأنت السليل العربية، وأنت مستشار ثقافي لرئيس دولة عربية، وأنا أغار عليها أكثر مما أغار على زوجتي، وكل هذا أنا في حماسي حماسي الزائد كنت أهدر بصوت عالي، لدرجة أنه ظن البعض أن هناك شجار بيني وبين الدكتور، ودخل بعض الموظفين من المكاتب المجاورة وبدأوا ينظرون إلينا. وهنا انفجر الدكتور إبراهيم ضاحكا وقال والله لو صغت هذه العبارات كلها كأنها تكاد تكون مضرب المثل، أنا أغار على العربية مثل ما أغار على زوجتي. ومن لسانه انتشر هذا الكلام عني، أن هذا الرجل يغار على العربية الفصحى أكثر مما يغار على زوجتي. فالدكتور عز الدين لم يقصر، ومن ذلك الحين قال كن هكذا دائما وأنا معك، وساندني من كل منبر، وأعتقد بسببه تلقفت الأخبار عني الصحافة، وأجرى الصحفيون والإعلاميون عديدا من اللقاءات بعد ذلك عني، وسأذكر إلى ذلك فيما بعد. ومن بعد ذلك كلما حصل موقف، مثلا الدكتور عز الدين إبراهيم علي أن يلقي محاضرة في مكان ما، وأثناء المحاضرة جرى على لسانه عبارة غير دقيقة، بعض المفردات العامية أو العبارات العامية، وهو يخاطب الجمهور، ويقع بصره علي ففورا يتراجع ويقول يا جماعة أمامنا رجل يجلس هنا يحب من يشتم بالفصحى بدلا من أن يمدح بالعامية، ويغار على زوجته أكثر مما يغار على اللغة العربية أكثر مما يغار على زوجته. فهكذا بدأ دوري في دعم وتعزيز الفصحى في هذا الصراع مع العامية. فأقول من هنا بدأت أنا بشكل جاد أناقش المثقفين وأناقش الكتاب والأدباء والمعلمين والتربويين وصناع القرار حول هذا الموضوع. ولكن أقول للأسف الشديد موجة العاميات ما زالت تتنامى ولا زالت مستمرة في طغيانها، لدرجة أن الفصحى كما كانت قبل 20 أو 30 سنة منذ دخولي إلى دولة عربية أراها الآن طغت، لدرجة أن البعض بدأ أمامكم على الشاشة انظروا صفحة من كتاب حاول البعض أن
يترجم نصا عربيا فصيحا من كتاب الابتدائية وهو درس صغير لصف ثاني أو أول ابتدائي في دولة عربية حولها إلى العامية. عنوان الدرس أين السمكة؟ جعلها أين السردينة؟ والأم تقول في حوار بين الأم وأولادها أين السمكة؟ من أكلها؟ وفي العامية كتبها المؤلف بالعامية الأم وين راهي السردينة؟ شكون كلاها؟ أنا لا أقدر على قراءة العامية ولا أريد حتى لو قدرت، ولكن هذه هذا الدرس قدمت أن هناك جهود مستمرة لتغليب العامية على الفصحى حتى في لدى بعض الجهات التربوية. فبدأت منذ فترة، منذ أن دخلت عالم التواصل الاجتماعي وفتحت حسابا لي، فأنا محارب فاعل، هناك حرب تغريدات مع بعض المناصرين أو الداعمين للهجات العامية، فأعرض عليكم بعض التغريدات السريعة، من بينها هذه، وخلفيتها أن أحد الدكاترة ألف كتابا منذ عامين تقريبا وأثبت فيه أن اللهجات العامية، أن العامية هي الأصل والفصحى انشقت أو تفرعت عن اللهجات. فأنا كتبت هذه التغريدة القصيرة ولي حوار ونقلت فيه بالفيديو، وقال هذا الدكتور، وأنا لا أريد أن أذكرها بالاسم ولذلك أنا غيبت الاسم، وهو يقول أن اللغة العربية هي تخلفت عن مواكبة العلوم والمصطلحات بسبب أن ترجمة هذه المصطلحات إلى العربية قد تكون العربية غير قادرة في كثير من الأحيان، وهي لا تقدر على التعبير الدقيق فحواها، وهذا السبب يدفع الدارسين إلى هجر اللغة العربية إلى لغات أخرى. فأنا قلت لا، هذا ليس هو الواقع. الواقع أن العرب المثقفون العرب هم ابتعدوا عن استخدام اللغة العربية، وهم أكثر بعدا عن المساهمة في العلوم الحديثة، ولذا ليست العربية بل هم أصبحوا غير قادرين على ترجمة ونحت المصطلحات العلمية المستجدة. فاللغة تقوى وتضعف بمدى ضعف أو قوة أهلها المستخدمين. هذا دكتور آخر، خبير آخر، وله فيديو على التغريدة على التويتر، حساب تويتر، ويزعم أن هذه اللهجات يجب أن تسمى لغات، هي لغات. وبالفعل كان قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، كانت لهجات القبائل تسمى لغات القبائل، ذكرها ابن خلدون. ولكن أنا أقول ردا عليه أن نسميها اللهجات أو اللغات أو ما شئت، وأنه لا شك أن لها أصولا في العربية الفصيحة، وأن الأخيرة تفرعت عنها أو بالعكس، فتلك ظاهرة تعم كل لغات العالم. ولكن اللغة المعيارية للخطاب العلمي ولتدوين العلوم والمعارف والأفكار وتعليمها وتبادلها يجب أن تكون هي الفصحى لا غير، وهذه الحقيقة أكدتها كل الدراسات العالمية في كل اللغات. هناك تقارير، عشرات التقارير من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي تؤكد أن الدول التي تقدمت منها في العقود الأخيرة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل والفيتنام، كل المشاريع النهضوية تحققت بتطبيق اللغة الوطنية الفصحى على مستوى الوطن في التربية والتعليم والإعلام، وهناك إحصائيات دقيقة عن الموضوع. هذا ليس كلام من وحي الخيال والأدب، لا، بل هو واقع. ويزعم هذا الكاتب أيضا أن العربية لغة ائتلافية، أي أنها استوعبت لهجات القبائل العربية لاختلاف ما بينها، وهو استيعاب أثرى المعجم العربي مثلما أثرى لسانيات العربية التي اهتمت بنحوها وصرفها وبنيها. وما نجده في اللهجات العربية المعاصرة له أصول في لهجات العرب
كالإمالة والعنعنة والكشكشة وتعطيش الجين. أنا أرفض هذا الزعم كذلك بحجة أن كل اللغات ائتلافية، وعلى سبيل المثال لغة الأردو، لغة الأردو هي لغة ائتلافية بامتياز، ولفظ الأردو يعني الجيش أصلا، ويقال إن سبب تسميتها بالأردو كونها إما عبارة عن جيش من اللغات، مجموعة من اللغات الهندية المحلية إلى جانب احتوائها مفردات اللغات الوافدة من الخارج من العربية والفارسية والإنجليزية، أو لكونها نشأت وترعرعت أساسا بين جنود الجيش المغولي، لذلك سميت بالأردو أي جيش اللغات. هذه كلها ما عرضت على حربي مع الأنصار العامية ومتفلسفين حولها والمنظرين لها، أن ما يزعمون للغة العربية أنها ائتلافية أو أن الفصحى انحدى أو تفرعت عن اللهجات أو العكس، هذا كل هذه ظاهرة طبيعية في كل اللغات، ولكن اللغة العربية وحدها المسكينة التي هجرها المثقفون، التي لا تستخدم في المجال التعليمي والإعلامي بالشكل الذي تستخدم لغات أخرى في العالم بما فيها اللغة الهندية والأردية والإنجليزية، لا يوجد في العالم توجد هذه الظاهرة. لذلك هذه ليست ظاهرة طبيعية بل هو صراع، وهو ليس لصالح اللغة العربية ولا للعرب ولا لتنمية البلدان العربية. ولذلك ساندني في هذا المجال من بينهم أساتذة كبار، من بينهم الأستاذ علي عبيد الذي كتب عدة مقالات عني، منها درس الأستاذ أبو صالح وهو موقف غيور عن اللغة العربية، وكذلك مقالي المنشور أزمة الضاد، ممكن أن تروها في بهذا العنوان، تبحث في جوجل. كذلك هناك دراسة قمت بالتعاون قام به مستشرق ألماني شاب اسمه دانيال فالك، وأنا تعاونت معه في هذا لأنه اختار دولة الإمارات أنموذجاً لوضع اللغة العربية وللصراع بين الفصحى والعامية. و طيب من الحجج التي يسوقها أنصار العامية، يقولون أن تفشي العامية سببها سهولة العامية، أن العامية سهلة واللغة العربية الفصحى صعبة. أنا أفندها بكل بساطة أفند وأرفض هذه الحجة الداحضة أن اللغة العامية ليست سهلة. وكمثال في اللهجة المصرية عندما يسأل الشخص كيف حالك أو كيف الحال يقول إزيك. أنا أقول بأي حجة كلمة إزيك أسهل أو أعذب أو أسلس من كيف حالك أو كيف الحال، وخاصة كيف تحلل إذا تعلم الأجنبي، إذا أنت تعلم الأجنبي الفصحى أو العامية، وأيهما يكون أسهل؟ السهولة فقط هي نعتبرها سهلة لأنها مستخدمة والعربية غير مستخدمة، هذا هو الذي يحول دون استخدامها دون تسهيلها. وكذلك كويس، جيد، حسن بنفس الدرجة من السهولة، أو ربما جيد وحسن أسهل وأسلس وأعذب. هناك عنوان رواية عاعز أتجوز، لا أدري كيف سمحوا بنشر مثل هذا الكتاب عاعز أتجوز، وهو أريد أن أتزوج. أنا قارنتها بعدة، بحثت عن مثل هذه التعبير مطبوعة باللغة الأردو أو باللغة الإنجليزية، لا يوجد أدب راقي ومقبول ومعترف به لدى الجهات الرسمية بالإنجليزية. مثلا هناك لهجات، أنا أعطيت هنا ثلاثة أمثلة، مثلا يقال guys، هناك كلمة how are you guys، what is up guys، ولكن هذه الكلمة مفردة guys هو مثل الريال أو مثل زول أو شيء من هذا القبيل. زول فصيلة، هو أصل في العربية الفصيحة، ولكن الرجل هو المعتمد بشكل في اللغة المكتوبة. فجايز بالإنجليزية لا يستخدمها الفصحاء ويعارضونها. ونا ونبي وغنا، هذه المفردة
اختصار لي I want to read that I want to or I want to be. كذلك بالعربية لها بدائل. بالإنجليزية الفصحى الكتاب والأدباء والمثقفون يكرهون استخدام هذه المفردات في الإعلام. أنا لم أسمع شخصيا في أي قناة إنجليزية مذيع أو مقدم البرنامج يستخدم أي من هذه المفردات. فأقول أن هذه الحجة داحضة أن العامية سهلة ولذلك هي تتغلب على الفصحى. لا، المصيبة فقط هناك كسل ذهني، هناك تساهل وتهاون من المثقفين في الالتزام بالفصحى. ولكي أوضح هذا الوضع أنا أعرض بعض هذه الصور، الرسوم الكاريكاتورية، كي تتضح لنا ما هو الوضع الحالي في هذا الصراع بين العامية العربية الفصحى والعامية. حتى لا أتكلم كثيرا، انظروا هذا الرسم الكاريكاتوري فيه أربع لهجات، ولا أظن هذا يذكرني بقول الدكتور إبراهيم السامرائي، وكتب في أحد إحدى مؤلفاته أعتقد له كتاب اللهجات العربية، ذكر فيها أن سكان شمال العراق، الرجل في شمال العراق قد لا يفهم لهجة جنوب العراق، القروي في جنوب العراق. فاللهجات هي ليست فقط أن في العراق لهجة عراقية واحدة، هناك عشرات اللهجات داخل العراق نفسها، وكذلك في سوريا، وكذلك في مصر هناك لهجة صعيدية وفيومية وإسكندرانية وقاهرية، وكذلك في الإمارات، وكذلك في لبنان، في كل البلدان العربية تجد أكثر من لهجة، من محافظة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، من ريف إلى ريف، من قرية إلى قرية. وكذلك الشأن في اللغة الإنجليزية وفي لغة الأردو، هناك أهل الجنوب يتكلمون الأردو بطريقة معينة وأهل الشمال بطريقة أخرى. فهذه ظاهرة طبيعية أن تكون للغة لهجات، ولكن إذا أصر أحد، إذا تخلى المثقفون عن الالتزام بالفصحى على حساب العامية، فهذه كارثة، هذه أزمة، هذا صراع مسيس مدسوس، وهذه ضد ثقافة اللغة العربية أو أي لغة. ولا توجد بهذه الصورة هذه الأزمة في أي لغة أخرى غير العربية. نفس الحكاية أن العنوان فيه Can you speak Arabic، حتى يقولون كلمات مفردات إنجليزية بنطق عربي بأحرف عربية. ليلة مقتل اللغة العربية. شفت يا داليا الحاجة بقيت هذا، فلا أدري من فقرة إلى أخرى، لو كان عشرات العرب، خمسة منهم أو ثلاثة يفقهون وبعضهم لا يفهمون. فهذا هو الصراع الفعلي بالفعل، هذا يعكس الشارع العربي وكذلك معظم المؤسسات، حيثما يوجد تجمع عربي، مجموعة عربية، سواء في مكان العمل أو في مكان احتفال أو في أي مجلس من المجالس، تجد شخصان عشرات الأشخاص يتحدثون فيما بينهم بهذه اللهجة. وهذا كله هذا يسبب ضياع الهوية العربية، لأن الهوية العربية لن يمكن الحفاظ عليها إلا باللغة الفصحى الواحدة الموحدة والموحدة. فإذا أمامنا صراع لغوي ليس طبيعي، ليس ظاهرة طبيعية، بل هو أشبه بالمثل العربي القائل شر البلية ما يضحك. ولكن هناك أملا، وأنا أكلمكم من بلد عربي قام بإطلاق أول مسبار فضائي إلى المريخ اسمه أمل، فليكن أملنا قويا وعاليا. وباختصار أشير الآن إلى بعض شهادات من غير أهل العربية، شهد من غير أهلها. هناك آية قرآنية شهد من أهلها لصالح يوسف عليه السلام، ولكن هنا لصالح اللغة العربية أنا أتيت بالشهادات من غير أهل العربية. من بينهم العالم اللغوي الكبير فرجسان،
الذي درس ظاهرة الازدواجية اللغوية كأبرز الشخص في القرن العشرين، واستخدم لها مصطلح دايغلوسيا ففي عام 1959. ولذلك يعزى له. هو يقول عن العربية أنها أهم اللغات السامية جمعاء، من حيث عدد الناطقين بها أو من حيث تأثيرها في الثقافات العالمية، فهي إحدى اللغات العظمى كانت ولا زالت في عالم اليوم. هي مستشرقة ألمانية معروفة، ودرست انعكاس أو أثر اللغة العربية على اللغة الألمانية، وحسب رأيها، حسب بحثها ودراستها، هناك أكثر من 15,500 مفردة ألمانية في المعجم الألماني هي أصلها عربي. فاللغة الألمانية فيها جذور عربية، حتى العام الماضي لو تعلمون دخلت عبارة ما شاء الله في اللغة الألمانية في المعجم الألماني، عبارة ما شاء الله أصبحت الآن ألمانية كذلك، تستخدم كما هي. هي تقول أن اللغة العربية ساحرة، وتقصد بها الفصحى طبعا، أن كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد. فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعة سحر تلك اللغة، لأن العرب دخلوا، حيثما دخلوا انتشرت اللغة العربية. ولكن أي لغة انتشرت؟ هي ليست لغات القبائل، بل هي اللغة العربية الفصيحة. وهذا من بينهم، هذا فرنسي، مستشرق فرنسي معروف وحاصل على جائزة الملك فيصل لخدمته اللغة العربية ودراساته القرآنية، وأبرز وأشهر دراساته عن المتنبي. يقول إن من أهم خصائص اللغة العربية قدرتها على التعبير عن معاني ثانوية لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها. أن هذه الخاصية وهذه الميزة مميزة للغة العربية لدرجة أنها تتميز عن سائر اللغات الأوروبية. هناك ميزة جديدة للغة العربية الفصحى وليست العامية واللهجات، هي أنها تعتبر الآن على رأس القائمة للغات التي تسمى لغات الاحتياج الحرج، أمنياً واقتصادياً، critical need languages. هناك 14 لغة في العالم تعتبر تصنف ضمن هذه القائمة، واللغة العربية تتصدر هذه القائمة، ويقصد بها اللغة العربية الفصحى. ومعنى ذلك أن العالم غير العربي، الدول الكبرى في العالم غير العربي، ما زالت تطمح تتطلع إلى معرفة كنوز اللغة العربية الثقافية والحضارية، وأيضا لأنها قد تكون مصدرا للدعم الاقتصادي، لدعم الاقتصاد ودعم الأمن القومي في عالم العولمة، في عصر العولمة. فيمكنكم أن تطلعوا على دراسات في هذا الموضوع، لغات الاحتياج الحرج، ولا نستطيع التفصيل عن هذا. وخطوات عملية سريعة نحو تعزيز اللغة العربية الفصحى، في هذا أشرت إلى أن البرازيل والدول الإسكندنافية وسنغافورة واليابان والصين، كل هذه الدول حققت أهداف التنمية الوطنية والاقتصادية القومية باللغة الفصحى وليست على العامية. فلماذا نحن نحارب الفصحى في العالم العربي؟ وفي إطار التشريعات والسياسات اللغوية، الحمد لله عندنا كفاية الدول العربية فيها تشريعات موجودة وسياسات لغوية موجودة. الحاجة ماسة فقط إلى تفعيل وتنفيذ تلك السياسات وتشريعات نصا وروحا لصالح الفصحى. وأنا أضيف إليها أنه لا بد من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين وعدم الملتزمين والمتهاونين، بفرض غرامات مالية وعقوبات مادية على غرار المخالفات المرورية مثلا. هذا من اقتراحي. من السياسات مثلا، هناك ميثاق اللغة العربية في دولة الإمارات، وحسب علمي يوجد ميثاق اللغة العربية في معظم الدول العربية وأيضا في دساتيرها. ونفس الشيء تقوم بها فرنسا. في فرنسا هناك غرامة على عدم الالتزام باللغة الفرنسية الفصحى، وهذه الغرامة
موجودة منذ مئات عام، منذ قرنين. في أمريكا هناك مليار ونصف المليار دولار تنفق سنوياً على تعزيز اللغة الفصيحة وليس اللهجات. في كوريا الجنوبية، في كوريا الجنوبية نفس الشيء، 117 محطات، محطة تلفزيونية وإذاعية كلها ملزمة قانوناً ببث كافة برامجها دون استثناء باللغة الفصيحة الكورية. وتعرفون أن الكوريا الجنوبية تحتل المرتبة 26 عالمياً في سلم التنمية البشرية. فالخلاصة أن اللغة الفصحى تتعزز، أي لغة عامية أو فصحى تتعزز بالاستعمال وتضمحل وتتلاشى بالإهمال. فواجبنا أن نغار عليها، سواء مثل زوجها مثل ما نغار على زوجاتنا أو أكثر، أو نغار على أي شيء. ومعروف هناك قصة ربما أتطرق إليها في أثناء التداخل مداخلات والمحاورة مع الحضور، إلى هذه القصة عن سكابي هو فرس للشاعر عبيدة بن ربيعة التميمي، سأتطرق إليها ربما أثناء المداخلات. وأيضا آخر نقطة في حديثي هو ما نريد. يجب لدى المثقفين، نحن من نعمل في مجال تدريس اللغة العربية وإعداد المناهج وتطبيقها، وكمثقفين كصحفيين ككتاب، أن نعزز الحساسية اللغوية، linguistic sensitivity، الحساسية اللغوية. أقصد بها ما كان يسود في أيام العصور الذهبية. في العصور الذهبية الإسلامية والعربية كان هناك شخص يخطئ أو يلحن ما يسمى باللحن. إذا لحن كان ينبه فورا في نفس اللحظة. هناك قصة معروفة في اللحن، أن الحسن البصري جاءه رجل وقرأ عليه الباب وقال يا أبو سعيد، والمعلوم أن المنادى المضاف يجب أن يكون منصوبا، يجب أن يقول يا أبا سعيد، فهو قال يا أبو سعيد ولحن فلم يخرج ولم يجب. فكرر الرجل وقال يا أبي سعيد فلم يخرج، هذا كذلك خطأ وفيها لحن. فقال له الحسن البصري قل الثالث وادخل، الباقي الآن الحركة الثالثة هي أبا سعيد. فقال يا أبا سعيد ودخل. ولذلك أنا مثلا ننبه، قال لي مرة شخص لا أسميه ولكن ذو مكانة عالية جدا وأمام الملأ يا أبو صالح، فقلت والله اكسر عظامي، اكسر عظامي ولا ترفع المنصوب، ولا ترفع المنصوب، اكسر عظامي. فحتى هذا الكلام جرى مجرى المثل من ذلك الحين وكان مؤتمر، فقلت اكسر عظامي ولا تكسر المنصوب وترفع المنصوب، كنت أقصد بأن يناديني يا أبا صالح وليس يا أبو صالح. ومثل هذه القصة، خطب رجل لا يجيد العربية على المنبر فقال ظهر الفساد في البر والبحر، فسمع عربي فقال وعلى المنابر كذلك ظهر الفساد. وأنا لعلمكم أستمع إلى مثل هذا اللحن كل أسبوع في خطب المساجد. هناك خطيب يدعو على مثلا الدولة ويقول، يدعو أثناء الدعاء يقول اللهم أدم الأمن والأمان على دولتا، على دولتا كذا، وقال لأبوه وقال لأمه. فهذا اللحن، إذا نحن عززنا التحسس اللغوي مثل ما كان سائدا أيام في الماضي، فنستطيع أن نخدم اللغة العربية الفصحى. وكذلك نلتزم في مخاطبة الطلاب من يوم دخوله إلى المدرسة إلى حين خروجه باللغة العربية الفصحى، وتقديم مسرحيات وتمثيليات باللغة العربية الفصحى، سواء في المدرسة أو في المنصات الإعلامية التلفزيونية والمنصات التواصل الاجتماعي. وكذلك تلتزم الأسر العربية باستخدام اللغة العربية الفصحى ساعة واحدة يوميا، وتشجيع إدارات المدارس والمؤسسات على الاحتفال بيوم كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة بالالتزام باللغة العربية الفصحى مع العرب وغير العرب وما إلى ذلك. فهذه بعض الخطوات العملية، إذا التزمنا بها سنحقق ما بدأنا به وما نادى به إيليا أبو ماضي قبل قرن ونيف، أنه نحيا على الدهر إخوانا وإن فصلت تلك الحدود رباكم
عن روابينا ما دام من هذه الفصحى لنا صلة لا تطمعن الليالي في تنائينا، وإذا لم نقم بذلك ستكون النتيجة هدم العربية وضياعها، ومعها ضياع الثقافة العربية وضياع الأجيال العربية وعدم استعادة الأمجاد العربية. ولذلك قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، ولو ألف بان خلفهم هادم كفى فكيف ببان خلفه ألف هادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله جهودك أستاذنا الفاضل أبي صالح أنيس أحمد محمد رقمان على ما قدمت، فقد أتحفت وأجدت وأفدت، جعل ما قدمته في رصيد حسناتك. فعلا اللغة ككائن حي تضعف بضعف أبنائها وتقوى بقوتهم. لغتنا العربية كانت على يعني في زمان ما كانت هي لغة العلم والحضارة والتقدم، لكن حينما ضعف أبناؤها هانت لغتنا، تشكو عقوق أبنائها قبل ظلم الأباعد.